ما وزارة البيئة فقد وجهت دعوة للمواطنين والهيئات الحكومية والخاصة لإطفاء الأنوار لمدة ساعة كاملة يوم السبت الموافق 30 مارس ضمن مبادرة ساعة الأرض، والذي يعد أكبر حدث بيئي عالمي وهو ساعة الأرض، على أن تنطلق المبادرة هذا العام من العاصمة الإدارية، حيث انطلقت العام الماضي من برج القاهرة. وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن ساعة الأرض هي حدث عالمي سنوي من تنظيم الصندوق العالمي للطبيعة، يتم خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة، وذلك لرفع الوعي بخطر التغير المناخي.